السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس بخير، نتمنوا تكونوا بخير وعلى خير. اللي قالت ليلى الحادثه ديالنا اليوم غادي نوجدوا ان شاء الله سليلو ديال رمضان، سليلو عادي اللي كنديرو حنايا دائما، فيهش القوة بزاف ولكن كيجي بنين زوين وتيجي رائع بمعنى الكلمه. ايوا داكشي اللي غنجيب حنا كنقليوه في المقله، كنقليوه في المقله حيت الا قليتيه في الفران كاين اللي كيديروه في الفران ديال الزنقه ما تيجيش زوين، اما تيتحرق اما تدوز ليه شويه سميتو، ولا الفران ديال الدار بحال. اما الا درتي هكا في المقله مع التحريك كتبقاي تحركي فيه دائما هكا تيطلع لك زوين، كيتحمر كياخذ الوقت ديالو في الطياب وتيجي بنين. اللهم شويه ديال التمره وشويه ديال اسميتو ويجي داكشي بنين وزوين، ولا تزربي عليه في الفران وما يعطيش نتيجه زوينه. دابا حنا دايرين هنايا عندنا جوج كيلو ديال الجلجلان، كل كيلو دايره في المقله، غنبقى نحركو هكا حتى يتحمر ليا الجلجلان ديالي. كتجربيه بيديك واش تحمر ولا مازال ياك؟ إيه ملي طيب كندير يدي هكا وكندوقو إلا مقرمل راه محمر بركة عليه، إلا باقي ما تقرملش تنبقى نحركو حتى كيتقرمل. عندك ما فيها الما؟ لا لا مش مشكل. ونقصو عليه البوطة باش يتحمر على خاطرو. البوطة كتكون مهيلة ها شوية عليه، هادي واحد شوية مجهدة، هادي كبيرة ديما كت صافي صافي. من بعد ما يتحمر الجنجلان ان شاء الله نتلاقاو. القياس ديال الزوادة شتو انتما كتشوفوا كي كيبان لكم، ما نحرقوش نهائيا، نحمروا غير القياس باش تبقى ديك البنه عاقله. المهم بهذه الماكينه سهله بالنسبه للناس اللي عندهم، اللي ما عندهمش راه مالي الحلويات راه كيطحنوا اللوز وكيطحنوا كلشي كدي لهم وكيطحنوا لك. المهم خصو يكون بهذا القوام هذا اللي كتشوف. ماما كانت تقول لي واحد الحاجه، كانت تقول لي ديما منين تبداي تقدي سليلو بدا يسمي وقراي القران، وسمي وقراي القران تيطرح الله فيه البركه. بسم الله ما شاء الله تبارك الله توكلنا على الله باش ربك ينزل البركه في يديك وفي دارك وفي وليداتك وفي الله. الجنجلان تا هو كيلو ها هو غادي يطحن وكيلو غادي يبقى صاين، ومن بعد ما طحن الجنجلان غادي نضيفو الدقيق واللوز اللي قادينا، ودابا غادي ندوزو للزبده باش صافي يبقى لينا غير نجمع ان شاء الله. كيلو ديال الزبده هذيك، كيلو ديال الزبده وكنديرو معاه كاس ديال الزيت ياك. كاس ديال الزيت باش خلينا واللي بغا ماما ما يدم حيت كاين واحد نوع تيعجبو ليدان يزيد الزيت، زيد الزيت ديال فاش قليتي اللوز، يدير طرو ديال الزيت فاش قلى اللوز وكيلو ديال الزبده ويخلط صافي الله يجعل البركه. صافي هي باش غادي نخلطو. شوفوا ماما كي ولات دايره بالدقيق. نبرو 100 غرام ديال النفح. ماما راه كدير عينيها ميزانه
وانا قلت لها لا ضروري تعطينا العبار. انا كندير غير جمعه كل ثلاثه. هي تقول لي الا بيتي بالعبار 100 غرام، 100 غرام في 2 كيلو ديال الدقيق، 2 كيلو ديال الجنجلان، و 2 كيلو ديال اللوز. المهم القوام اللي كدير ماما في هذا السليلو راه والو، ما زعما انا ما كندير فيه حتى حاجه. كندير الدقيق 2 كيلو ديال اللوز، 2 كيلو ديال الجنجلان، وحبه هذا حبه حلاوه ما تنديرهاش. تندير 100 غرام ديال النافع، 100 غرام ديال القرفه، وصافي والعسل والسكر كلاصي. داك قوت تقاوت وداك الصوجة زريع في كتان جل هذاك إيلان إيلان وداك الشيء كنديروه، ولكن كنديروه في اليامات العادية تقاوت هي وديال كل نهار وديال نفسة وديال إيه ديال نفسة ديال الهرس ديال اللي مهرس العظام ديال هشاشات العظام مهرس هذاك كنديروه فيه. داك تقاوت كاملين أي حاجة طاح لك على عقلك كدار فيه، ولكن هذا ديال رمضان بنادم تيكون واكل الزيوت تاع اللي مقلي في الزيت ها اللي محمر سميتو ها اللي في الفران ها اللي وتزيدوها حتى بهذاك الشيء ليلى ونسيبي ما تيبغيوش فيه العطريه بزاف. لا انا هذا هو سليلو اللي عزيز عليا في رمضان، هذا هو سليلو د رمضان. اليامات العاديه حنا ديما سليلو تيكون عندنا اليامات العاديه تنديرو فيه داك الشيء مخلط. عرفتي اش درت؟ لقيت مع ليلى بالهضره ونسيت، وانا نديرو هكاك باقي حرش شويه، وما الا كان حرش تيجيك واحد لوبو في فمك سيكون مغالب بحال الدقيق باش ما يعطيكش داك لوبو في فمك منين تكون كتاكل، يجيك بحال رملة حرش ضروري منين تغربل. هنا الزبده طافور وطافور، خصها تبقى تغلي 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 حتى ما يبقاش فيها هاد الفوقي هاد الماء ديال الزبده. عاد ديك الساعه نحبسوا عليها. الغربال اللي كانت عندكم شي مناسبه شي عرس شي غنسلفوا عليكم. صافي نكريو ولا نسلفوه؟ لا لا غنعطيوه اليوم نقليوه به غرام. صافي ما كاين حتى مشكل، كيبقى هادشي حرش فيه شتي كيداير. اما كيخصكم تغربلوه تعاودوا طحنوه عاد تعاودوا تغربلوه ديروه، ولا كتحيدوا هذا تتعجنوه ديروه في الخبز ديروه في حريره السميده ديروه حريره الدجاجه. سليل 100 غرام ديال القرفه ياك. حنا عندنا 50 غرام ديال القرفه. 50 غرام ديال القرفه؟ لا 50 غرام ديال القرفه هو نورمالمون خصكم ديروا 100 غرام ديال القرفه. لكن غادي نزيدو شي نزل نجيبها من لتحت. لا حتى كاع نخلطها. ماما شحال ديال السكر كلاصي؟ السكر كلاصي صابر حيات السكر كلاصي غادي ندير نص كيلو، وغادي ندير العسل، واللي بغى الحلاوه راه يدير كيلو ديال السكر ولا سميتو كيلو لارو ويدوق. السليله ما كتحكمش على العبار ديالي لما دقتيش. حنا ما تنبغيوش، نتوما ما كتبغوش، انا ما كندير حقي كنحيدو من السوس مره، وانتوما ما كتبغوش الحلاوه ما كتبغيش حلو بزاف. يعني نديرو نص كيلو عسل ونص كيلو سكر ونص كيلو عسل ونشوفو ديك الساعه. صافي الله يسخر. الملحه والمسكه حره طحناها مع السكر كلاصي، عندكم تنساوه. المسكه حره كنطحنوها مع السكر كلاصي وتنديرو. ايوا صافي هذا هو القوام. دابا نخوي العسل ليلى دبلة
عندك مامي خلنا خدانه خده يا حبيبي دابا من بعد ما داكشي دخل مع داكشي ويا سلام دابا غادي نديرو الجنجلان انا رقات ليا رمشي ليا اللوز طحنتو طرديتو سميده تنعاود نزيد اللوز اخر هكا ماما سمحي ليا تنزيد اللوز اخر نقليه ونلوحو فوق منه ممكن شي واحد ينصايني هنا راه ماشي كلشي نص طحنتيه ونص خليتيه شو ملي كديرو القوام مطحون كي ما كيحتاجش كي اللي كيخليه غير هكا ما كيحتاجش الزبده انت الا بغيتي ديري ليه ديري ليه شويه الزبده شتي بسم الله نديرو غير هاد القياس ونشوفو ديك الساعة باردة الزبدة نتي راهي ساوية هانية صافي دابا زيدتلك مزيان مزيان قولي لماما راهي ساوية لاباس ليلو ديالنا ها هو شتي كي كيرجع داير دابا كندير ليه هكا تنخليه تنغطيه بشي ميكا والطبق كنغلفو بالسلوفان والطبق وكنخليه حتى الصباح غدا عاود تاني نعاود ندلكو مزيان عاد نديرو في الشوكينات ونحطو الله يعطيك الصحة الله يعطيك الخير